فندم سعاده الدين. امال فين الاستاذ شعبان؟ الاستاذ شعبان معتذر النهارده يا فندم، اصله تعبان شويه. وازاي الحال؟ الحمد لله، الزباين بدات تردد على البنك بكثره، وده بفضل الدعايه العظيمه اللي عملتها سيادتك للبنك. لا ولسه، بكره لما اعمال البنك تتسع هنفتح فروع في كل الاقاليم. ممكن يا فندم، القلق مش في القاهره وبس، بل في كل حته. في زبون وصل، روح استلمه. حاضر. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. اتفضل استريح. انا اقدر اتكلم مع حضرتك؟ طبعا اتفضل. والله انا عندي حالة قلق من اسبوع. أيوة. بسبب ظرف احب اقول لحضرتك عنه واستشيركم. يعني احنا في خدمتك، اتفضل. انا عامل نسيج في مصنع في شبرا، ليا زميل في العمل طبعه الاهمال والكلفات، فتلة غزل تنعقد يسيبها ما يهموش، وانا نصحته كتير قوي لكن كان دايما يقول لي يا شيخ سيبك ولا يهمك. وفي النهايه لمحته وهو بيكسر في السر سن من سنان المشط اللي بيمر فيه الغزل عشان تنفد منه العقد اللي بيسيبها. في الحق ضميري ما خلصنيش، ما قدرتش اسكت، فهددته ان حكشف امره المسؤولين. اتهمني بالوشايه، اعمل ايه؟ اسكت ويفضل الانتاج مستواه في النازل، ولا اشتكيه فابقى وشيت بزميل ليا؟ وزميلك ده ما عندوش ذمه في الشغل للدرجه دي؟ هو بيقول ان عقد او عقدتين ما تهمش. وانت ما تعملش زيه ليه؟ ما اقدرش، الشغل عندي لابد ياخد حقه. والد الله يرحمه كان نجار كراسي، وكان بيتعب في شغله قوي، وكان دايما يقول لي وانا صغير الشغل الدقي المتقون متعه وفريضه، متعه لنفسك وفريضة أمرنا بها ربنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. عليه الصلاة والسلام، ده كلام جميل. تمام، ولو عملنا بيه كلنا ما كانش بقى ده حالنا، وده ما يكلفناش كتير. طب ما تقول لزميلك. قلت له، لكن كان دايما يدور لي ظهره ويقعد يرغي مع زمايل تانيين بيتناقشوا في الأرباح. أرباح؟ أرباح إيه؟ الأرباح اللي بيصرفوها كل سنة بيه، مواعيد الصرف، الأنصبة اللي هتتوزع، والنسب بتاعتها، وكلام من نوع ده. وهل الكل بياخد نفس الأرباح؟ الكويس والوحش؟ مش صعب دايماً، فرس ده عن ده، إنما بقى كل واحد وضميره. ضميره؟ وإذا كان الضمير ده مصنوع من المطاط؟ مطاط؟ مادة خام متوفرة عندنا ولله الحمد. في الحالة دي أعمل إيه؟ أسكت؟ أنت بتسألني أنا؟ روح بلغ عنه. وأتعرض للإشاعات إني فتان؟ بفتن على زمايلي؟ أنا ما أحبش حد يقول عليا إني فتان وخسيس، ما بيقدرش الزمالة والروح الاشتراكية. هيقولوا عني كده شخص مش اشتراكي. اسمع، أنت راجل منتج وتفهم في الإنتاج ومستوى الإنتاج أكتر مني. أنا شخصياً ماليش أي قيمة إنتاجية، أنا تقريبا من العاطلين، الكسالة، من الطفيليات في المجتمع. العفو سعادة البيت، ما يغركش إن أنا قاعد على مكتب وقدامي تليفون. سيادتك هو ده الواقع، أنا واحد من 60% من السكان ما بيعملوش شيء، أو على الأقل ما بينتجوش إنتاج حقيقي، وعايشين على جيب 40% التانيين. من الأربعين في المية دول 5% معاهم فلوس وملهمش عمل نهائي، يبقى 35% من السكان بيشتغلوا وبينتجوا، منهم 25% بينتجوا بدون إتقان، يبقى الباقي بعد كل ده 10% بس من السكان هم اللي بيشتغلوا وبينتجوا بإتقان. يا سلام، 10% بس؟ بس 10% بس هم اللي ينطبق عليهم الحديث الشريف اللي انت قلته دلوقتي، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. لكن النسبة دي لازم ترتفع. الواجب كده
لو ارتفعت النسبة دي ولو 10% كمان بلادنا دي هتتغير تغيير حقيقي لا يمكن تتصور مداه ولا مستواه. على كده بقى أزمتنا أزمة دقة وإخلاص في العمل. أنت طبعاً أدرى. وأزمة أخلاق كمان. ده يؤدي لده. أزمة الإتقان مرجعها إلى أزمة الأخلاق. ده صحيح. وناوي تعمل إيه بقى؟ ما أنا جاي أستشير سيادتك. المسألة مسألة أخلاق زي ما أنت قلت. تصرف إذن حسب ما يرضي أخلاقك. وهو كذلك. مع الشكر. مع ألف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة. الله يسلمك. إننا هنا بندي فرصة لكل واحد عنده قلق من شيء إنه يقوله يفضفض بيه ويمكن ده يريحه. آه فاين فاين، فكرة طيبة. ويا ترى نجحت؟ لا بأس. وهل ممكن إن الإنسان يفضفض بكل اللي في قلبه؟ وإيه المانع؟ أعتقد إن ده متعسر في بعض الأحيان. طبعاً أحياناً لو كل إنسان يقدر يقول كل اللي في نفسه بصوت عالي، لكن ده النهاردة غير ممكن. وايه المانع يا فندم؟ سيادتك مثلا عندك شيء عايز تقوله؟ انا ما بتكلمش عن نفسي انا، انا بتكلم بصفه عامه، كل انسان محتاج انه يتكلم، يزعق، يوافق، يعارض. اتفضل خد راحتك، لسيادتك مطلق الحريه انك تتكلم وتزعق وتوافق وتعارض زي ما انت عايز. فين الكلام ده؟ هير في الاوضه دي. لا لا لا، انا مش قصدي كده، انا قصدي بصفه عامه. و سيادتك فهمني طبعا. طبعا فهمك. سيادتك عايز تتكلم وتزعق. انا احيانا بشعر برغبة ملحة في الزعيق. صحيح. بدون شك. واشعر برغبة شديدة في اني اعارض اي رأي وشاكس اي فكرة وشاغب اي انسان. بل احيانا طبعا طبعا مفهوم. الانسان حيوان ثرثار. قارد للأفكار. أفندم الإنسان حيوان قارد للأفكار؟ زي الفار. الفار حيوان قارد، لازم يقرد شيء، حتة خشب مثلا، لمجرد استخدام جهازه القارد وهو أسنان. مظبوط، ده صحيح. الإنسان أيضا لازم يستخدم جهازه القارد وهو تفكيره، وزي ما حضرتك قلت لما ما يلاقيش شيء يقرد أفكاره ذاتها، ولازم يسمع العملية دي صوت في صورة صياح أو زعيق. فعلا ده بيحصل أحيانا. أنت تعرف حضرتك حديقة هايد بارك في لندن؟ يعني يا سلام يا أستاذ، مارفلس مارفلس. كان يحلو لي دايما لما كنت هناك أن أمشي فيها واسمع صيحات الخطباء المنطلقة بلا قيود في كل ركن من أركان هايد بارك. حديقة الحيوانات الثرثارة القارضة للأفكار. بالظبط بالظبط. حضرتك كنت هناك ولا إيه؟ لا مع الأسف. يا سلام يا أستاذ، لو تسمع اللي بيتقال في هايد بارك. أستونيشت، تندهش. يا سلام. واحد يزعق ويطالب بفصل اسكتلندا عن إنجلترا، واحد يطالب بتصفية المستعمرات، وغيره يطالب بتدمير الأسلحة الذرية، واحد يشيد بالإمبراطورية، واحد يطالب بتأميم الممتلكات، اتسترا اتسترا، وهلم جرة. أعتقد إن حديقة زي هايد بارك دي لا يمكن تكون إلا في إنجلترا، لأن ربنا أنعم على الإنجليز بنعمتين اتنين. النعمة الأولى هي البرود الإنجليزي الشهير، والنعمة التانية إنهم يقولوا ما يعملوش، يقولون ما لا يفعلون. ميبي ربما، لكن إيه يا فندم؟
اعترف معايا ان فكرة ايجاد مكان للتنفيس فكرة سليمة. تقصد سيادتك منطقة حرة للصياح. اذا شئت. يعني رئة يخرج منها الزفير الفاسد. احسن ما ينكتم. هو ده بالتحديد جوهر فكرة بنك القلق. ايوة لكن انا اقصد شيء على نطاق واسع. تقصد سيادتك. ايوة. تقصد ايه سيادتك؟ اظنك فهمت. انا؟ لا 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 لا. انا ما فهمتش حاجة ابدا. افندم سعادة البيه. ابعت لي الزبون اللي عندك حالا. حاضر يا سعادة البيه. تسمح تشرف سيادتك في الاوضة رقم 3؟ الاوضة رقم 3؟ ايوه. الظاهر ان موضوع سيادتك يهم الاوضة رقم 3. اتفضل معايا. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل. ثانك يو. جميل من سيادتك انك جيتي في المعاد. مادام وعدت لازم اجي. جرسون. فندم سعادة البيه. تشربي ايه يا فاطمة هاني؟ اي حاجة. عصير ليمون بس. اوكي. اتنين ليمون. حاضر يا سعادة البيه. ما تستغربيش سيادتك قد ايه انا سعيد بالمقابلة دي. ميرسي. من يوم ما سيادتك شرفتينا في البنك وانا كل امل نتقابل لوحدينا في مكان هادي شاعري بعيد عن الدوشة عشان نتكلم سوا في حاجات كتير نفسي اقولها لك. انت الوحيدة اللي ممكن تفهميني. اسمع يا استاذ شعبان. افندم. ما تحاولش تقنعني ان شخصي وحده هو اللي يهمك. يا فندم انا اقسم لك اني انا مش صغيرة ولا ساذجة عشان اصدق كده. يا فندم اقسم لك بالشرف وبشرف العائلة اني لو. على كل حال انا ما جيتش النهاردة الا علشان اوضح لك كل شيء وهكلمك بصراحة متناهية. بالشكل ده وكل يوم يضرب لي تليفون. انا اسف ان كنت ضايقتك بكلامي في التليفون لكن الحقيقه ما لقيتش في نفسي سبب الا اعتقادك اني انا غنيه ودي فرصه طبعا لشاب زيك انه يتجوز واحده عندها املاك مش مهم انها تكون اكبر منه في السن او على الاقل ان ما كانش في نيته زواج يحاول يغريها ويبتز اموالها. برضو يا استاذ شعبان انا بكلمك بمنتهى الصراحه. انا سعيد انك بتفتحي لي قلبك. دليل ثقه اعتز بيها. لو ان رايك فيا مؤلم جدا. انا اسفه لكن ده كان تفكيري. عشان كده قلت لنفسي اذا عرف الشاب ده ان انا مملوكش اي شيء غير مصروف ايد مش اكتر من كام جنيه في الشهر باخدهم من ميرفت احتياجاتي العاديه علاوه على كسوه سنويه بسيطه وكم فستان بفصلهم على هامش فساتين ميرفت عند الخياطه بتاعتها. اذا عارف ان انا مش اكتر من مربيه لبنت اختي واني ماليش اي مركز في الحياه إذا عارف كل ده يبقى إيه المغري فيا؟ وده اللي خلاني أجي هنا وأقابلك. وأنا سعيد إنك جيتي وتقابلنا. لكن برضون ما تحزنيش.
ما كنتش متصور ان وضع سيادتك الاجتماعي بسيط للدرجه دي. انا من عيله بسيطه مكافحه. والدي الله يرحمه كان معاون اداره في الارياف في كفر عوانه. مرتبه ما كانش اكتر من 15 جنيه. مع ذلك كان بيهتم بتعليمي انا واختي الكبيره. ووالده ميرفت هانم اظن. اي كنا بنواظب على الدراسه. في نفس الوقت كنا نقوم باعمال البيت. كل شيء كنا بنعمله بايدينا. طبيخ، كنس، غسيل، مكوى. علشان نريح والدتي انا. يا سلام، فين العواطف النبيله دي النهارده؟ كنا بنفصل الهدوم اللي بنروح بيها المدرسه بايدينا. تعب وشغل مستمر ما انقذناش منه في الحقيقه غير الصدف اللي بتحصل في الحواديت. قريب ازاي؟ عادل بعاطف شاف اختي الكبيره كان عندها 17 سنه واقفة مستنية بابا عند المركز، فعجبته اتجوزها رغم القيامة اللي قامت في عيلته. واتنقلت أختي الكبيرة لحياة جديدة في قصر عادل بيه. ولما ماتت والدتي ومات والدي بعدها بشوية اتنقلت أنا كمان وعشت مع أختي في عزبة عادل بيه. من اليوم ده تحولت حياتي تحول خطير انتهت الى مأساة. يا ساتر، مأساة ايه كفل الشر؟ مش وقت الكلام في المآسي. انا بس حبيت اديك صورة مختصرة عن حياتي بصراحة. بحب اكد لك ان اللي انا املكه من فلوس اقل من اللي انت تملكه. يعني مفيش داعي تشغل نفسك بيا، لان مفيش فيا اي شيء ممكن يغري شاب زيك. باردون، انا لازم امشي. ميرسي على الليمون. ارجوك يا فاطمه هانم، لحظه واحده من فضلك. كل اللي قلتيه ملوش اي صله بالموضوع. امال ايه الدافع انك تعرف واحده زي السكس؟ سكس؟ الجنس. السكس، الجنس، وقاحة، قلة أدب.
انت رجعتي يا ضن؟ بونسوار يا حبيبتي. ايه رايك في اللون ده؟ حلو. الو، مين اللي عايزه؟ طب لحظه واحده من فضلك. مرفت، تليفون علشانك. مين يا طنط؟ واحد اسمه ممدوح، قولي له يطلبني بعد ساعه. الو، لو سمحت تطلبها بعد ساعه. مع السلامه. ده شاب لطيف، عرفناه في الشلة من يومين. يا ترى ده حب جديد؟ لكن ليه القلق على ميرفت؟ وليه بسمي حياتها دي ضياع؟ ايه الضرر انها تستمتع بحياتها زي ما هي عايزة؟ ما دام الفرصة موجودة، يا ترى كان لازم ارفض شعبان؟ ثم ايه بعد الرفض؟ ما تيجي معانا يا ضرب، شوش وجمال هيفوتوا عليا بعد شوية. اللي قاعدك في الفيلا لوحدك؟ هتروحوا فين؟ جيهان عزمانة النهاردة في العزبة، عاملة سوربريز بارتي الليلة وهنسهر عندها للصبح. ها ايه رأيك؟ انا مش فاهمة يا ميرفت، اخرة حياتك دي ايه؟ يعني ايه؟ بصراحة يا بنتي انا قلقانة عليك. قلقانة علي انا؟ وايه السبب؟ انت النهاردة مش صغيرة يا ميرفت، انت عندك 24 سنة يا حبيبتي. قصدك ايه من فضلك؟ قصدي لازم تلتفتي لمستقبلك شوية، لازم يكون لك مثل أعلى في الحياة. مثل أعلى؟ يعني إيه مثل أعلى؟ الزهر يا طنط من كتر القراية أثرت على تفكير. والدتك كان ليها مثل أعلى، ليه أنت ما طلعتيش زيها؟ والدتي عاشت في عصر غير العصر بتاعنا، كل شيء بيتغير، حتى المثل الأعلى اللي بتقولي عليه. النهارده لازم الواحد يعيش ويتمتع بحياته من غير اي تفكير ولا حتى مثل اعلى. الزهر شوش وجمال وصلوا. ايوه فعلا هما اشتروا عربيه جديده. تعالي تعالي شوفي يا طنط، تعالي. انا عايزه اغير عربيتي انا كمان، زهقت منها. ارفر يا طنط، وارجوكي ما تقلقيش عليا. الأستاذ شعبان معاه، ميرفت عايشة حياتها بالطول وبالعرض، ولا فيش داعي للقلق عليها. القلق الحقيقي لازم يكون علي أنا، أنا اللي ضحيت بشبابي وبعمري كله علشان أربي ميرفت، وضيعت على نفسي كل فرص الحياة. فاطمة هانم؟ يا أستاذ شعبان، التليفون هنا لأعمال البنك مش للعلاقات الخاصة. شيء غريب والله. فاطمة هانم، أنا آسف، أنا بعتذر عن اللي حصل مني أول امبارح. أرجوك يا فندم اسمحي لي بفرصة تانية نتقابل فيها في نفس المكان بكرة مثلا، عشان أشرح لسيادتك حقيقة الموضوع. أنا مش شايفة ضرورة لأسف أو اعتذار، وكمان مش شايفة ضرورة إننا نتقابل تاني. أرجوكي، أتوسل إليكي عشان خاطري. أنا ما نمتش من يوم ما كنا سوا، لأني معتقد إني جرحت شعورك. مش هستريح غير لما أشوفك مسامحاني. بكرة حستناكي في نفس الكازينو الساعة 5 العصر. أرجوكي ما ترفضيش. ها؟ قلت إيه؟ موافقة؟ وهو كذلك. ميرسي يا روح قلبي،
اورفوار شيرين. تعالى هنا سيدي. تعالى هنا يا ساده. ايه الحكايه يا حزافه؟ والله ما انا عارف يا استاذ شعبان. امال في ايه؟ في ايه؟ عندما ما فيش حاجه سعاده بيه. هو بالمناسبه لسعادتك سمحت لنا نستعمل التليفون في اعمال خاصه بالبنك. طبعا والتليفون تحت امركم. ودي كانت مكالمه شغل ولا مكالمه شخصيه؟ شغل طبعا. طبعا اعمال البنك التاسع زي ما سعادتك عارف يا منير بيه، فالزباين اللي ما بتقدرش تيجي لغايه البنك بنكلمها في التليفون. في حاجه دي يا فندم؟ بس يا استاذ شعبان يستحسن ان الزباين تيجي هنا في البنك وتعرض مشاكلها. بلاش حكايه التليفون دي، اضمن واسلم. لا يا فندم، ده مفيش أي كلام تفصيلي في التليفون، ده مجرد استشارة سريعة لحد ما الزبون يشرف. ضروري الزبون يجي هنا بنفسه علشان يفضفض اللي في قلبه ويتكلم اللي في نفسه ويقول على كل حاجة وبمنتهى الحرية. في زباين جات يا أستاذ أدهم؟ لا يا فندم لسه. المشروع نجح نجاح هايل. إن شاء الله قريب جدا هنفتح فروع للبنك في جميع الأقاليم. إن شاء الله. فضلوا على مكاتبكم، انا شايف في زباين جت. ايوه والله. تحت امرك يا فندم. دول اتنين. ايوه. استلم انت زبون وانا زبون. حاضر. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضلي يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضلي يا فندم.